اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في دفتر الاحوال الرياضيه كده سريعا النهارده او بدا مع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب وانتخاب تشكيلات اللجان المختلفه. الاستاذ محمد جمال الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي انتخب وكيلا للجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر. كادر اقتصادي كمان كبير لازم نبارك له، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في تجربه نيابيه باذن الله تعالى يقدم فيها ما يفيد بلده باذن الله. كمان كابتن حسام غالي الكابتن تم انتخابه امين سر لجنه الشباب في مجلس النواب. انتخابات لجنه الشباب بالمجلس اسفرت عن انتخاب الاستاذ محمود حسين رئيسا، ثروت سويلم ايضا، وسامر التلاوي بمنصب الوكيلين، فضلا عن اختيار الكابتن حسام غالي امينا للسر. شوف شباب، اولا لازم نبارك للناس كلها اللي نجحت، وخصوصا كابتن حسام غالي والاستاذ محمد جمال الجرحي، وطبعا كابتن محمد عمر وكابتن حازم امام، كابتن حازم امام واللي هو ثروت سويلم، واللي هو ثروت سويلم، الناس اللي هم طالعين من عب الرياضه. صحيح. لكن انا ارى هذه تجربه رائعه يجب ان يستفاد منها. طبعا الشباب يعني الجرحي ناجح جدا كرجل اقتصاد، كرجل اعمال. صحيح. التجربه البرلمانيه يجب يعني يضيف لها وتضيف اليه. ايوه. من موقعه، لانه موقع مهم. ايوه. يقدر يخدم تشريعي رقابي مهم جدا، ويقدر يخدم وهو يكتسب خبرات. بالظبط. انت بتعد كوادر للبلد. ايوه. من خلال التكلفات دي. ايضا لما تنظر الى تجربه الكابتن حسام غالي، هو مش بس مجرد عضو مجلس، لا ده هو كمان امين سر. يعني ايه؟ يعني هو الراجل الدينامو. ايوه. اللي هو كل حاجه تصب عنده وتخرج من عنده. ايوه. تجربه رائعه جدا سوف تضيف الى خبراته، واذا استمر على هذا المنوال قريب هيبقى عندنا كادر جميل جدا، رياضي سياسي. حاجة حلوة يعني. كل التوفيق للكابتن حسام غالي والأستاذ محمد الجرحي واللواء ثروت سويلم ولكل أعضاء البرلمان، كابتن حازم إمام والكابتن محمد عمر. قديم بقى يعني. صحيح.